السلام عليكم، أنا أحمد عبد الكريم في لقاء 29 معكم على البيان. لقائي بكم اليوم عن إسعاد الآخرين. جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند المنذري، قال إن شكى إليه قسوة في قلبه، قال إذا أردت أن يلين الله قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شوف، أطعم المسكين، يعني لو أسعدت الآخرين حصلت السعادة في داخلك. ومن فينا ما يبغي السعادة؟ إذا تبغي السعادة أسعد غيرك، تبغي السعادة فرج عن الآخرين، ليس فقط بالمال بل حتى بالكلمة الحسنة وحتى بالوقوف بجانبهم.